الحكمة والكلمة الكلمة والنغمة بهيبة السور من النور إلى النجمة للشواطئ والموانئ للبلاد العريقة أحمل في صدري سؤال هذا الجمال حقيقة أم خيال هذا الجمال حقيقة أم خيال لموطن الحكمة والكلمة الكلمة والنغمة لهيبة السور من النور من النور إلى النجمة إلى الصين جئنا إلى الصين مدينة غندو في الصين تتيه افتخاراً بطفلها النادر الذي جمع بياض النهار وسواد الليل ومشى بهما كي يكافح منفرداً عنصرية اللون التي يمشي بها البشر يظل الاختلاف مميزاً للصين الناس في مدينة غندو وقفوا بين دب الباندا وانقراضه بالمحميات والعناية والدراسات لتتجدد يومياً حكاية هذا المخلوق في عشقه الشاعري لنبات الخيزران إنها عناية ممتدة جسدها عمر بن عبد العزيز حين وضع الحبوب على قمم الجبال كي لا تجوع الطيور في بلاد المسلمين وها هم يجسدون الفكرة ثانية كي لا ينقرض دب في بلاد الصين في مدينة تشندو في مقاطعة شيهوان عدد سكان المدينة هذه فقط يصل إلى 11 مليون نسمة أما في المحافظة كاملة يصل إلى 100 مليون نسمة مثل ما نشوف أن هذه المدينة كلها تفتخر بشيء واحد في لينك كبير بين هذه المدينة وحيوان الباندا اللي اليوم يعتبر مثال صيني يفتخرون فيه وأيضا تعتمد الحكومة كأحد أنواع الهدايا الدبلوماسية في هذا المكان اللي احنا نمشي فيه وين ما ضربنا في عيوننا نشوف الباندا ملابس الباندا أكل الباندا كل شيء في هذا المكان يمتزج مع روح الباندا لو كانت هناك عاصمة للباندا بكل تأكيد أن تشندو هي العاصمة لقد ساهم الصينيون بشكل كبير بإرجاعه وهم أيضا ساهموا باندثاره بشكل كبير فكانوا يعتقدون بأن من هذا المخلوق فيه شفاء لهم ولكن أثبت علميا أن لا يوجد أي شفاء ولا يوجد أي شيء من الباندا للإنسان لشفاء الإنسان فلذلك لاحظ وأدرك الصينيون هذه المشكلة وعالجوها بشكل كبير ثقافيا وأقاموا فيها أحد أكبر المحميات في العالم إن لم يكن أكبرها مما ساعد بشكل كبير على إرجاع هذا المخلوق بقوة واليوم مثل ما نشوف أصبح الباندا ثقافة بحد ذاتها هنا في الصين
وين ما رحنا في الصين حس بالتاريخ موجود في كل مكان. هذه كانت عاصمة مملكة شو اللي كانت في القرن الثالث بعد الميلاد في فترة الممالك المتحاربة هنا في الصين. أكثر شيء يعجبني في الصين أن التاريخ يجبرك عليه، في كل مكان تروح فيه في الصين التاريخ موجود. وأخيراً مملكة الباندا، بسبب هذا المركز مركز تشندو للدراسات والبحث عن الباندا، فقد حافظت الباندا على نفسها من الانقراض. خلونا نشوفها. داخل محمية الباندا في تشندو، مثل ما نشوف هذه هي تضاريس الباندا وين يعيش في موطنه الأصلي. هذه المحمية تقع في جبل فوتوتشان. هذا المحمية فتحت في سنة 1987 لإنقاذ الباندا، وشهدت الكثير من الانتقادات بسبب افتتاح المحمية وأخذ الباندا من الطبيعي إلى هذا المكان. أول باندا دخلت هذا المكان تقريباً 81 باندا وصلت إلى هذا المكان. واليوم بكل فخر الحكومة الصينية وهذه المحمية تقول بأنها يوجد في هذه المحمية أكثر من 800 باندا، والأهم من ذلك بأنها حافظت على الباندا بشكل كبير وحافظ عليه من الانقراض. الباندا هذا المخلوق الجميل سبحان الله، شكله جدا أفضل من الصور. هذا المخلوق اللي يعيش بين 25 إلى 30 سنة. قدمت الحكومة الصينية الكثير لرعاية هذا المخلوق لحمايته وعدم انقراضه. عندما نشاهد هذا الجمال، جمال هذا المخلوق، حينها نعرف فقط أن لماذا كل هذا الإصرار العالمي، الإصرار العالمي لحفظ هذا المخلوق الجميل. جداً جميل مشاهدة صغار الباندا. هذول في المراحل المبكرة للباندا، تقريباً أعمارهم 6 شهور، والباندا يعيش من 25 إلى 30 سنة. وشوفوا كيف يتعاطفون يلعبون مع المصور. بإمكاني أنا أوقف هنا ساعات ساعات، وقد أوقف أيام، ولا أمل أبداً من مشاهدة المخلوق الجميل. مثل ما نشوف في هذه المحمية تعتمد بشكل كبير على زراعة الخيزران بسبب رئيسي واحد، لأن الباندا يعتمد على 95% على غذائه من الخيزران. مثل ما نشوف هذا ذكر الباندا، طبعا ذكر الباندا يختلف عن الأنثى. ذكر الباندا يصل وزنه إلى 150 كيلو، بينما الأنثى تصل إلى 125 كيلو. ومثل ما نشوف يقضي معظم وقته الباندا في الأكل أو النوم.
يأكل حوالي ما يقارب من 9 إلى 14 كيلو من الخيزران في اليوم الواحد. مثل ما نشوف بنت علاقة متكاملة البيطرية مع الباندا، أتوقع أنها عندها أحد أفضل الوظائف، تصبح كل يوم على الباندا. واللي يعجبني أكثر شيء شوفوا الحضانة المتكاملة بأفضل جودة للباندا موجودة في هذا المكان، بالضبط نفس الشجر اللي تعامل معاه، نفس البيئة، نفس الطقس، كل شيء متوفر للباندا في هذا المكان فقط لحفظ هذا المخلوق الفريد، المخلوق الجميل. المدارس تصر في كل الصين أنهم يأتون بالأطفال في هذا المكان عشان شيء واحد، عشانهم يقدرون هذا المخلوق الجميل، في حال إن رأوا أن حكومتهم تقدر المخلوقات فهم أيضا سيحافظون عليها ويصرون باستمراريتها ويقدرونها أكثر، لأنها عانت الكثير في الأربعينيات والخمسينيات بشكل كبير هذا المخلوق، حيث كان هناك القتل الجائر له في كل مكان وقتله. فاليوم بدت الحملة التعليمية الكبرى بتقدير هذا المخلوق، عندما يصل عند الأطفال وعند الناس تقدير هذا المخلوق سيحافظون هم عليه وستصبح المحافظة عليه ثقافة في الصين بشكل كبير. First of all, I envy you for your job. You have very nice, good job. I would love to work with you here. What did you do to have this knowledge, to get this close to the banda and to raise the banda? What did you study? 我们主要是搞这个专业的吧，然后接触它时间比较久，所以说照顾它就像。 主要的是其实我们觉得是让母亲带他，我们指的是很小的时候跟他互动一下。 This reservation is absolutely a very good example to save the animal from extinction. What do you think of this? 因为熊猫是濒危动物嘛，我们在圈养条件下主要是来增加它的数量，目的是要放到野外，让它适应大自然。 How many banda you have here? Here，目前熊猫基地这儿有。 基地原来有一百只，但是我们总共是一百九十六只。目前你能看到这儿看到的一百只左右。 Mrs. Chin, are you trying to take the banda to the wild again? 我们现在正在搞这个实验阶段。 I know it's very critical when the mother give birth of the banda from day one to the banda become an adult. Tell me about the critical phase. 因为熊猫刚出生的时候，一般是一百多克，但是我们这儿最小的有五十一克。刚出生的时候，因为有的熊猫它会带幼崽，有的不会带，但有时候产双胞胎，它只会带一只，另外一只全靠我们人工来辅助它。所以说带熊猫的过程也是比较艰辛的，我们要24小时守护着它，然后主要的观察它，体重啊，然后精神状态啊，吃母奶是不是吃的很好啊这些。
然后他在一岁半左右就可以吃竹子了，一岁左右可以吃一点竹笋。So I am very happy to hear this news that the panda removed its category from endangered species to vulnerable species. What do you think about this? 因为这就是我们的职责，所以说我们感到很自豪，看着熊猫慢慢长大，熊猫数量在慢慢增多。You're doing an excellent job. Thank you so much for saving the panda. Thank you. 谢谢。谢谢。谢谢。أتساءل وأنتم قد تتساءلون معي، لماذا كل هذه الرعاية الكبيرة الضخمة المليارات المصروف في هذا المكان من أجل حيوان؟ وفي نفس الوقت هناك يعيش الإنسان أسوأ حالاته في حروب عدة في العالم، مجازر تحصل في العالم، ولكن قد استنتج الإنسان بأن بداية استرجاعنا لمشاعرنا من خلال الرعاية بالحيوان. عندما نحمل كل هذه العاطفة، لا نحمل كل هذه المشاعر من أجل الحيوان، عندها فعلا سنقدر الإنسان نفسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في كل ذي كبد رطبة أجر. مسالم وكسول، جامع النقيضين، هل تلك من أسباب الانقراض؟ ربما، لأن الحياة حركة والسكون موت، لكنهم في الصين يحاربون العدم.